طيب، صباح الخير، كيفكم؟ إن شاء الله اليوم رح نبلش محاضرة، نبلش نشرح بالمادة بعد ما امبارح يعني أخذنا شوية introduction عن المادة وحكينا عن الرولز تبعون المساق. لسه ما في إشي نازل على الإي-learning لأنه زي ما قلت لكم كان السمر كورسز لسه مش نازلين على الإي-learning، فلا السيلبس ولا اللينك تبعت الريجستريشن للكود ولا اشي لسه نازل. ف just give me one day or something قبل ما الاي ليرنينج ينزلوا لنا الكورسات على الويب سايت تبعون السمر، لانه احنا لسه شغالين بتسكير الفصل الماضي. طيب، فخلينا نبلش اليوم بالمادة. زي ما حكيت لكم، تقريبا نص الفصل الشابتر الاول مادة نظرية، فشوي أول محاضرتين رح يكونوا نظري، لكن بعدين رح نبلش بالجانب العملي ونبلش نحل على البورد وإلى آخره. طيب، بدي أنا أسألكم، لما حد يحكي لك accounting أنت شو بيخطر ببالك؟ يعني بس تسمع كلمة accounting أنت شو بيخطر ببالك؟ في حدا بيقدر يحكي لي؟ يعني انت حتى لما قالوا لك انه انت راح تدرس مادة محاسبة في الجامعة، شو خطر ببالك انه شو راح تدرس فيها، او شو يعني accounting؟ انه organizing المعلومات ونسجلها. اوكي، great. يس، احنا كتير بنعمل هيك كمحاسبين. مظبوط، تعمل ريكورد لكل اشي بتدفعيه ولا ايش من بروح. بالضبط، اكسلنت. يس، بنعمل هيك، بس مش احنا بنعمل ريكورد مش بس لكل شيء بندفعه، لاشياء تانية كتير. مظبوط، اكسلنت. هذا عنده شيء ثاني، انه الشركه يمكن ايش عليها، انه زي مدين ودائن ايش. يس، مع انه هي كلمه مدين ودائن لسه بكير عليها، يعني لانه احنا لسه ما تعرفنا ايش يعني مدين ودائن، ديبت وكريدت، لكن يس، انه الشركه شو عليها وشو إلها للناس. مظبوط، كل فاينانشال انتري، يعني مش شرط انه اي شيء ربحناه، حتى الشغلات اللي خسرناها كمان. بالضبط، اكيد احنا مش بس اي شيء ربحنا، اي شيء احنا كمان obligated to pay او obligated تجاه الناس احنا مضطرين نسجلهم، زي مثلا القروض اللي احنا بناخذها من البنك، زي مثلا احنا اشترينا مثلا فرنتشر بالدين، اي شيء كمان احنا obligated to pay later on احنا بنسجله حتى لو لسه ما دفعنا. انه to organize انه economic events للناس المهتمين، يعني لل internal users او لل external users، لحسب مين بده يشوف. يس، انا بصراحه مبسوطه باجاباتكم لانكم عم تعطوني يعني topics، انتوا واضح انه عندكم شويه knowledge بالaccounting، لكن انا كنت يعني بصراحه بدي منكم يعني اشياء ابسط من هيك. انت عم تستخدموا already accounting terms which is very good، يعني انه انتوا عندكم شويه background بالمحاسبه. طيب، انا سؤالي، لما حد يحكي لك accounting هو شو الaccounting؟ is it a system؟ شو الaccounting؟ يعني لاي category انا بحطه، شو هو الaccounting؟ يعني ممكن هي تكون عملية مالية بيسجلوا فيها وبرتبوا كل إشي بصير. yes، هاي الـ process كلها تبعيت إنه إحنا منسجل فيها وبنعمل analysis وإلى آخره، كلها إحنا بنسميها information system. هو system إحنا بدنا نمشي فيه، بدنا رح نسجل ونعمل كل الأشياء اللي أنتوا حكيتوا عنها، ونعطي معلومات للانترستد يوزرز الانترنال والاكسترنال، كل شيء انتم حكيتوا، ونعمل ريكوردينج ومدين ودائن، كلها هاي البروسيس اللي انتم حكيتوها احنا لما نمشي فيها بنسميها انه هاد احنا سيستم، احنا سيستم نمشي فيه، وبنسميه بالذات انفورميشن سيستم. ليه انفورميشن سيستم؟ لانه ايفنتشلي هذا السيستم هدفه تو بروفايد انفورميشن. فالأكاونتينج is an information system هدفه to provide information. لمين إحنا منزود الinformation؟ For the interested users. For the interested users. مين هم اليوزرز of accounting information or financial information اللي إحنا كأكاونتينج هدفنا إنه إحنا نزودهم؟
كتير ممكن يخطر ببالك، يعني شو بدي أحكي لك، عشرات الناس من أهم اليوزرز للفاينانشال انفورميشن اللي هم الأونرز تبعون الشركة، صح؟ يعني إذا أنا عندي شركة بهمني أعرف شو وضعها المالي، وبهمني أعرف ربحانة ولا خسرانة، وشو عليها ديون، وشو في إلها أرصدة بالبنوك. كل هاي المعلومات أنا بقدر أخدها من خلال الريكوردز تبعون المحاسبة، من خلال السيستم هذا اللي رح يمشي ورح يعمل ريكوردينج بالآخر لأوصل لإنفورميشن. هاي الإنفورميشن أنا كأونر للشركة بتهمني أعرفها عشان أعرف حالي ربحان ولا خسران، أصرف منيح وأروح أجيب سيارة سنة 2020 ولا أضلني على سيارة 85 اللي أنا عم بسوق فيها صار لي 20,000 سنة، أروح أنا أخذ أولادي تريب هاي على تركي ولا على يوروب هاي السنة، ولا أضلني قاعد بالبيت لأنه ما فيش مصاري، أسكر البزنس وأروح أفتح لي بزنس تاني، ولا أروح أدور لي على وظيفة لأنه البزنس تبعي مش جايب همه وأنا قاعدة بخسر. أنا كأونر بهمني أعرف شو أنا بعمل عشان أساعدني أخذ قرار، عشان to make a decision. إحنا فعليا منزودك بinformation to make a decision. هذا decision له علاقة بالبزنس، له علاقة بحياتك الشخصية، حتى إذا أنت كأونر، إذا أنت investor، أنت investor بالسوق وجاي عبالك تشتري shares، أسهم بواحدة من هالشركات اللي مدرجة بالبورصة. لما أنت بدك تقرر بأي شركة تشتري، بأي شركة تشتري، أنت المفروض أول فكرة تفكر فيها إنه هاي الشركة ربحانة ولا خسرانة. أنا رح أحط مصارية بشركة رح تجيب لي تعمل بروفيت وبالنهاية رح يوزع علي أرباح، ولا رح أكب مصارية بالشارع أحطها بشركة خسرانة بعد سنة ممكن تسكر وأخسر أسهمي بهاي الشركة. أوكي، فأنت كمان كإنفستر، potential investor، بدك تستثمر مصاريك وبدك eventually تصير a shareholder. a shareholder يعني انت مشتري اسهم بهاي الشركة. برضو بهمك تعرف الفاينانشال ريزلت والفاينانشال انفورميشن عن هاي الشركة لحتى تعرف تقرر تستثمر فيها او لا. حتى لو انت already مستثمر فيها، ممكن انت تقرر تنسحب من هاي الشركة وتبيع اسهمك وتروح تشتري بشركة تانية انت شايف وضعها ربحان او وضعها احسن. اوكي، انا ما بدي ادخلك كتير بتعقيدات القرار الاستثماري، لانه في مستثمرين بروحوا بيشتروا شركة خسرانة لكن هم شايفين لها بوتنشل عشان يتحسن ادائها حسب الاناليسز اللي هم بيعملوها. لكن عشان يعملوا هاي الاناليسز هم محتاجين الفاينانشال انفورميشن اللي انا كاكاونتينج سيستم، أنا كإنفورميشن سيستم اسمي أكاونتينج، بقدر أزودهم فيها. مين يعطيني أمثلة تانية على اليوزرز اللي ممكن يحتاجوا الأكاونتينج إنفورميشن تبعيتي؟ أنا أعطيني أمثلة على الأونرز، أعطوني أمثلة تانية. البانكس إذا بدك تاخدي لون. إكسلنت إكسلنت، بالضبط. إيش اسمك؟ ميرا. ميرا، إكسلنت يا ميرا. البنك، انت بدي ابسط لك اياها. افترض انت هلا بدك تشتري سياره، انت بتشتغل ببارت تايم جوب بعد الجامعه وبدك تشتري سياره. لما تروح على البنك عشان تشتري سياره بدهم يعطوك قرض عشان تشتري سياره، اول سؤال بسالوك اياه شو راتبك، شو وضعك المالي، عشان يعرفوا انه انت عندك قدره على سداد القرض او لا. زي ما انت كشخص لما يعطوا personal loans بسألوك عن راتبك وبسألوك عن وضعك المالي، نفس الفكرة لما بدهم يعطوا قروض للcorporations أو لأي منشأة بيسألوهم شو وضعكم المالي. عشان يعرفوا شو وضعهم المالي كل بساطة بيطلبوا منهم الfinancial statements اللي هم اللي رح نتعرف عليهم خلال الفصل، اللي هم تقارير مالية بتبين البروفيتابيليتي، بتبين ايش عندك assets، بتبين ايش عليك ديون اذا انت ماخذ ديون من بنوك تانية ولسه قاعد بتسد فيها، بتبين ايش انت عندك resources. انا بقدر كبنك اذا انت ما سديت الresources هاي احنا بنسميها assets، اذا انت كما سديت بقدر أنا أحط إيدي عليها وأروح أبيعها عشان أسترجع حقي. فأنا فعلياً كبنك بهمني أعرف شو وضعك المالي اللي هو رح يكون summarized بالfinancial statements أو بالfinancial reports اللي أنا رح أطلبهم، اللي برضو هم output of the accounting system. الـ information system بزودني معلومة. بهمني أنا أعرف شو وضعك المالي عشان أعرف أنت بتقدر تسدني أو لا.
فمن أهم اليوزرز للفاينانشال انفورميشن تبعيتي أو للفاينانشال ستيتمنت تبعيتي راح يكونوا اللندرز، إحنا بنسميهم لندرز أو كريديترز، اللي هم أهم الأمثلة عليهم اللي حكته زميلتكم البنوك. لكن طبعاً إحنا مش شرط فقط ناخد قروض من البنوك، إحنا ممكن ناخد من مؤسسة، إذا أنا شركة زراعية ممكن أخذ من إشي اسمه مؤسسة الإقراض الزراعي، إذا أنا حاب أخذ قرض إسلامي ممكن أخذ من تمويلكم وهاي الشركات اللي بتعطي إجارة تمويلية وإلى آخره. في مؤسسات تسهيلات كتير، تسهيلات ائتمانية كتير موجودة بالبلد، فأنا بسميهم عادة creditors لأنهم بيعطوني credit creditors، أو بسميهم lenders because they lend me money. اوكي، فهم احنا ما بنسميهم فقط بنوك، هو البنك جزء منهم، لكن احنا بنسميهم كريديترز او لندرز، اللي هم بالعربي بنحكي عنهم دائنين، اللي هم بدينوني مصاري، بدينوني مصاري حسب شو نوعهم. من اهم الامثله عليهم البنوك. مين كمان عنده مثال تاني على اليوزرز اللي ممكن يستخدموا الاكاونتنج انفورميشن اللي احنا بنطلعها كمحاسبين؟ ممكن السبلايرز او الريسيلرز، او ممكن حتى البيبل هو كولكت تاكس. بالضبط، اكسلنت، انت اعطيتني فعليا مثالين. السبلايرز هو احنا عاده بنعتبره واحد من الكريديترز، لانه احنا بنفترض انه السبلايرز بزودني سواء بضاعه او بزودني سبلايز انا بستخدمها بالبزنس تبعي، فهدول السبلايرز احنا برضو بنقدر نعتبرهم ضمن الكريديترز، لانه اذا احنا اخذنا منهم البضاعه بالدين فبصفي هو بده يعرف وضعي المالي ليعرف اني انا بقدر اسده حق البضاعه اذا اعطاني اياها بالدين او لا. فترو. الشيء الثاني، الكاتيجوري الثاني اللي انت اعطيتني اياها وكثير مهمه، اللي هي الناس اللي بياخذوا ضرائب، اللي احنا بنسميها الجوفرمنتال انستتيوشنز او الريجوليترز، يعني كل الجهات الحكوميه بما فيها الجهات الضريبيه مهتمين بوضعي المالي، لا يعرفوا قديش ياخذوا مني ضريبه، لا يعرفوا قديش انا مثلا لازم ادفع ضريبه مثقفات غير ضريبه الانكم تاكس وغير ضريبه السيلز تاكس، لا يعرفوا انا مثلا اذا بستورد بضاعه قديش انا لازم ادفع جمارك. يعني كتير في عندي حتى مؤسسه حمايه المستهلكين والى اخره مهتمه بارقامي الماليه، في عندي الجوردن سيكيورتيز كوميشن اللي هي هيئه الاوراق الماليه، عمان ستوك اكستشينج اللي هي بورصة عمان، كل هدول إذا أنا كمان شركة مدرجة بسوق عمان المالي بهمهم ياخذوا مني معلومات عشان هم يقوموا بواجبهم اللي هو حماية المستثمر. أوكي، فبهمهم ياخذوا معلومات وينشروها على الويب سايت تبعهم ويدققوا فيها ليتأكدوا من وضعي المالي. بس عشان تكونوا بالصورة، مش كل الشركات اللي بالأردن مضطرة تقدم financial information لكل الجهات الحكومية، بيعتمد على شو نوعك كشركة، ورح ناخد أنواع الشركات later on، وإنت مدرج بالبورصة ولا مش مدرج. طبعاً كل ما إنت كنت نوع الشركة تبعيتك فيها investors أكتر، فيها shareholders مش إنت مثلاً مملوك من فرد واحد، وكل ما كان إنت في ناس أكتر لازم ينحموا، يعني في عندي more investors إحنا لازم نحميهم كدولة، كل ما كان في regulation أكتر. أوكي، إذا إنت كنت public company يعني listed بعمان stock exchange رح يكون عليك regulation أكتر من إنت شركة والله سوبر ماركت فاتح على آخر الشارع أو دراي كلين أو مكتبة أو إلى آخره. هدول بكون عليهم less regulation وبكون متطلب منهم less information to provide، يعني ماكسيمم ممكن بيعطوا معلومات لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لكن دائرة مراقبة الشركات والبنك المركزي والبورصة عمان كلهم هدول بكونوا مثلاً مهتمين بالشركات الأكبر اللي هي بيكون فيها مستثمرين أكتر، اللي إحنا بنسميهم corporation، وبكونوا listed publicly listed، يعني listed بعمان stock exchange أو بأي بورصة اللي بتكون بالبلد. مثلاً إحنا عنا في الأردن البنوك بالذات عليهم رقابة عالية، لأنه أنت مش بس بدك تحمي المستثمرين اللي مشترين أسهم بالبنوك، أنت كمان بدك تحمي الناس اللي حاطة مصاريها بالبنك، فانت صفت فيك عليهم دبل ريجوليشن، مش بس بورصة عمان بتراقب عليهم ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، وفي عندك كمان البنك المركزي
كلهم هدول بيطلبوا information من شركات اللي هي البنوك. ما هو البنك بالآخر شركة. إحنا عنا بالأردن البنوك أصلاً ممنوع إنها تكون شركة فردية. يعني أنت إذا إجا عبالك تروح تفتح بنك ما بصير. ما في عنا إشي زي هيك. أنت لازم تكون publicly listed عشان تكون بنك. فأنت بتأسس شركة اسمها شركة بتصير listed في عمان stock exchange. لكن لازم تكون corporation عشان تقدر إنك تكون بنك. أوكي؟ يعني ما بصير شركة فردية تكون بنك. هذه البنك بالذات عليه رقابة مضاعفة زي ما حكيت لك من كل الجهات اللي أنا حكيت لك إياها، عشان في ناس أكتر إحنا محتاجين نحميهم لما يكون متعلق الموضوع في بنك. فمعلوماتي الفاينانشال انفورميشن تبعيتي رح يحتاجوها ناس أكتر بالدولة وبالحكومة اللي إحنا منسميهم regulators أو منسميهم government regulators أو منسميهم government agencies حسب شو اختلاف المسميات. لكن المهم إنهم هدول الجهات الحكومية اللي ممكن يطلبوا مني information عشان يراقبوا علي وعشان يحصلوا مني ضرائب ويحصلوا مني مثقفات وإلى آخره. شو في عندكم كمان أمثلة على users؟ دكتورة ممكن إنه الشركة نفسها الـ departments بالشركة، يعني excellent. يمكن فرضاً HR بده يعرف إنه إذا زيد الرواتب أو يوظف كمان ناس إنه نفس الشركة. وهدول الـ users أهم أمثلة على category بنسميها internal user. إحنا أصلاً فعلياً عنا الـ users of financial information مقسمين لقسمين internal user و external user. عشان أسهلها عليك، الانترنال يوزر أي موظف جوا الشركة، سواء كان مراسل واقف على باب الشركة أو كان مدير الشركة. أوكي؟ أي موظف بالشركة بكون انترنال يوزر من الإدارة ولتحت. أوكي؟ أي حدا مش موظف بالشركة هاد اكسترنال يوزر، من زي اللي حكيناهم هلأ الجهات الحكومية، اللندرز أو الكريديترز، الشير هولدرز. لأنه إحنا بالكوربوريشن الشير هولدرز مش هم نفسهم المانجمنت. أنت تحكي لي الشير هولدر مش هو المانجمنت؟ لا، يمكن أنتوا أوريدي بتعرفوا بس برجع بأكد على هاي المعلومة. الشير إذا هلأ مثلا ميرا قررت إنه معها 10,000 دينار زيادة وبدها تروح تشتري أسهم البنك العربي، أوكي، وراحت ميرا فتحت حساب بروكر عند حدا من الوسطاء الماليين واشترت، لأنه أنت بتعرفوا ما بتقدر تشتري أسهم هيك لحالك، لازم من خلال بروكر، راحت اشترت أسهم بالبنك العربي. هل يعني أنه ميرا صارت مديرة البنك العربي؟ لا، ميرا is just a shareholder وهي ما إلها علاقة بالإدارة. في عندي board of management بدير البنك العربي. حتى لو أنت صار عندك 100 سهم ولا 20,000 سهم في البنك العربي still أنت مش manager. فدائماً في الكوربوريشنز المانجمنت مفصولة عن الأونرز اللي هم منسميهم شيرز هولدر. هلأ ممكن يصير ووتينج ويصير أنت حتى إلك أسهم وينتخبوك في مجلس الإدارة، بديش أعقد لك الأمور زيادة، لكن بهمني لغايات هون تعرف أنه الشير هولدرز نعتبرهم external users لأنهم هم مش موظفين بالشركة. في عندي أنا مجلس إدارة management بيكونوا هم بيديروا الشركة منفصلين عن الشير هولدرز. أوكي؟ فالشير هولدرز من أهم الأمثلة برضو على الإكسترنال يوزرز. طبعاً هدول الشير هولدرز ما رح تلاقيهم بكل أنواع الشركات، فقط في الكوربوريشن اللي هي رأس مالها بيكون على شكل أسهم اللي إحنا رح أشرح لك إياهم أكتر later on. شو كمان عندنا external users؟ ممكن كمان consumer groups. إحنا مش كتير صراحة موجود عندنا هذا الحكي بالأردن. بالضبط auditors. أنا سمعتك صح، حكيت auditors. excellent auditors. بس أنا بدي إياك تقول لي external auditor لأنه في عندنا إشي اسمه internal auditor. خليني أنا أشرح لكم أول إشي إيش يعني auditor إذا حدا ما بيعرف. هلأ الauditor اللي هو الشخص اللي بيجي بيعمل audit على البوكس تبعونا، على الأكاونتينج ريكوردز تبعونا. أوكي؟ هلأ الشركات عادة بتجيب external auditor مش موظف بالشركة، هم شركة تدقيق حسابات
بتجيبهم عشان to make sure إنه الريكوردز تبعونا صحيحين. بيجي هذا الأوديتر بنهاية مثلاً كل سنة أو كل كوارتر أو حسب، بيجي بدقق الفاينانشال ستيتمنت تبعونا وبيحكي يس هدول الفاينانشال ستيتمنت كوركت، تم إعدادهم بناء على الرولز المحاسبية اللي كان المفروض يعدوا بناء عليها. باختصار يعني هذا هو اللي بيحكي الأوديترز. أوكي هلأ الشركات مرات بتكون obligated إنها تجيب external auditor ومرات optional، هي حابة تعطي مصداقية للريبورتس تبعونها بتروح بتجيب auditor وبتحط هالتقرير على وجه الفاينانشال ستيتمنت وبتقول لك يلا شوف أنا تقاريري مزبوطة 100% وفي عندي الأوديتر الفلاني اللي هو أشهر أوديتر بهالأردن إجا دقق لي حساباتي وهو مش رح يخاطر بسمعته ويحكي إنهم صح وهم مش صح لأنه هاي شركة أوديت كبيرة، معناته أنا بياناتي مزبوطة أموري تمام. طبعاً تقرير الأوديتر بيعطي ثقة بالفاينانشال ستيتمنت، بيعطي ثقة أي يوزر بيقرأ الفاينانشال ستيتمنت لما يشوف تقرير الأوديتر موجود بيعرف انه معناته الفاينانشال ستيتمنت بنسبه كبيره معناته صحيحين او دقيقين. في شركات تانية مجبره بالقانون انها تجيب اكسترنال اوديتر مثل الشركات اللي مدرجه عندنا مثلا في بورصه عمان، قانون هيئه الاوراق الماليه بيجبرهم انك انت لازم تجيب اكسترنال اوديتر يدقق بياناتك الماليه بنهايه كل سنه، اللي هي احنا عاده بالاردن السنة المالية عندنا بتخلص ب 31/12 عادي زينا زي الكالندرير، فبيجيبوا بعد ما يخلصوا الحسابات تبعونهم ومجبرين خلال 3 أو 4 أشهر يعني بنهاية شهر 3 أو 4 يكونوا معطين للبورصة ولهيئة الأوراق المالية يكونوا معطينهم الفاينانشال ستيتمنتس مرفق فيها تقرير الأوديتر اللي بيحكي إنه البيانات المالية صحيحة ومعدة according للستاندردز المطلوبة. اوكي دكتورة يلا لحظة هلا هذا الحكي بيجبروهم فيه ليه؟ عشان يحموا المستثمرين، عشان انت لما تعطي للمستثمر تحكي له انا ربحان 100,000 دينار وانت فعليا مش ربحان الا 50,000 او 40,000 انت معناته قاعد بتخدع المستثمر عشان يستثمر فيك عشان تبين له انه وضعك المالي كويس، او اذا هو اصلا شير هولدر عندك اوكي انت بهيك بتخدعه انه وضعك المالي احسن، بيجي هو ما بروح ببيع اسهمه عندك وبيضل شير هولدر في شركتك ما بروح على شركة تانية. عشان انا احميك كانفستر انا لازم اضمن لك انه البيانات المالية اللي انت قاعد بتستخدمها لتتخذ قرارك الاستثماري مزبوط. عشان هيك انا بروح بجيب external auditor بدقق المعلومات، بجبرك تجيب external auditor يدقق المعلومات لاضمن لك انه المعلومات الـ accounting information اللي انت بنيت عليها الـ decision تبعك كانت لحد يعني اكبر قدر ممكن من المصداقية، كانت دقيقة وصحيحة وبتقدر تبني عليها قرارك. اوكي فهمنا ليه احنا بنجيب external auditor، لكن اللي بدي اياك تميزه إنه الإكسترنال أوديتر نظراً إنه هو هذا مش موظف بالشركة، هذا بيجي آخر السنة بياخد أتعابه بياخد 4,000 دينار 5,000 10,000 حسب هو حجم الشركة طبعاً، بياخد مصاري آخر الشركة زيه زي أي محامي أنت مستشار بتجيبه عشان يعمل لك قضية زي أي خدمة تانية أنت بتاخدها من الناس بتدفع حقها وبيروح خلص ما إله علاقة فيك، وأنت مش كل سنة مش كل سنة بتقدر انك انت تجيب، مش شرط تجيب نفس الأوديتر. يعني انا هاي السنة جبت KPMG سنة جاي بجيب ديلويت انا حر. اوكي بالمقابل الانترنال أوديتر اللي هو برضو أوديتر وبيدقق على الحسابات يعني بيدقق على شغل قسم المحاسبة. اوكي الانترنال أوديتر هذا موظف بالشركة، انت كشركة بتعطيه راتبه نهاية الشهر زيه زي اي موظف تاني بالشركة، هذا وظيفته بشكل يومي انه يدقق على شغل قسم المحاسبة. ليه انا بجيب internal auditor بوظفه بالشركة؟ عشان انا اضمن انه حساباتي مزبوطة لحد كبير، واذا عندي accounting department مش شغلين شغلهم صح أو في عندهم شوية اختلاس أو فرود أو قاعدين بخبصوا بالريكوردز أو في عندهم
إهمال بالشغل تبعهم، مش شرط يكون عندهم يعني bad intention. أنا كإنترنال أوديتر بمسك هذا الغلط وبعالجه قبل ما تخلص السنة المالية، وأروح بحساباتي للإكسترنال أوديتر، ويجي الإكسترنال أوديتر يعطيني إشي إحنا بنسميه تقرير مش نظيف، يعني يعطيني تقرير أوديتر بيحكي إنه بياناتي المالية مش مزبوطة، وقتها بيكون وضعي أصعب، وبكون أنا بخاطر بسمعتي وبخاطر بخسران المستثمرين تبعوني. لكن إذا كان في عندي إنترنال أوديتر يشتغل شغله يوم بيوم وبدقق حساباتي يوم بيوم، بيضمن إنه حساباتي تكون مزبوطة وصحيحة أول بأول لحد كبير، بدون ما أنا أتعرض للريسك إنه الإكسترنال أوديتر هو اللي يكشف الغلط اللي موجود عندي. بما انه الانترنال اوديتر هذا موظف بالشركه بدفع له راتبه اخر الشهر، هذا الانترنال اوديتر انا بعتبره انترنال يوزر اوف فاينانشال انفورميشن، لانه موظف بالشركه زيه زي اي موظف تاني. اوكي، فبليز ميزوا بين الاكسترنال اوديتر وبين الانترنال اوديتر. الانترنال اوديتر موظف امبلوي زيه زي اي موظف تاني، الاكسترنال اوديتر لا، هذا بيجي بيشتغل لي الشغل وبروح، فهو اكسترنال يوزر. اوكي، تفضلي، كان في عندك سؤال صح؟ دكتور سني صوتك اكثر. ارنست اند يونغ بيعملوا اوديتنج مش سامع هيك؟ تمام. عيدي بليز. شركه ارنست اند يونغ بيعملوا اوديتنج ولا بس عادي انه كان؟ يس، ارنست اند يونغ بيعملوا اوديتنج، كي بي ام جي، ديلويت، بي دبليو سي، كلهم هدول، هم هدول احنا بنسميهم يعني البيج فور، بيعملوا أوديت مش بس بالأردن طبعاً، هم إلهم عندنا مكاتب بالأردن، لكن هم أكبر شركات التدقيق بالعالم. أوكي دكتور. yes. فهم بيعملوا accounting services. إذا أنت كشركة ما عندك قسم محاسبة مثلاً وبدك تعمل محاسبة بيعملوا، لكن هم أصلاً شغلهم الأساسي في البلد الأوديتنج مش الأكاونتنج. أوكي، حد عنده سؤال تاني؟ أنا شركة EY برضو بتعمل auditing ولا بتعمل إيش تاني؟ ما هي EY Ernst & Young بيختصروها EY. أوكي. أوكي، حد عنده سؤال تاني يا شباب قبل ما نكمل على اليوزرز؟ طيب، إيش في إحنا عنا بالإكسترنال يوزر ما حكينا عنهم؟ الكونسيومر جروبز هم بصراحة عندنا بالأردن مش كتير فعالين، لكن في بعض الدول الكونسيومر جروبز بيكون لهم كتير ضغط على الشركات، لأنه بهمهم أكتر حماية المستهلك شوي من عندنا. فبيكون إذا الكونسيومر جروبز بيطلع تقارير عن شركة، تقرير سلبي عن شركة، الكونسيومرز ممكن يبطلوا يشتروا من عندك، تخيل لأي درجة يعني. فالكونسيومر جروبز برضو بيطلعوا، حتى مرات بيطلعوا على نواحي غير الجهات المالية البحتة، بيطلعوا مثلا انت قديه بتصرف على البيئة، او قديه انت بتصرف على انك انت تحط organic products او organic components بالproducts تبعونك، بيطلعوا على هاي الديتيلز مثلا كمان اللي بتهم الناس في اكتر في بعض الدول. الكاستمرز برضو مرات بهمهم انه يطلعوا، برضو بتطلعوا مرات حتى الكاستمرز برضو في دول تانية. احنا مثلا بصراحة ما عندنا هاي الثقافة اني انا اذا بدي اشتري من برودكت لشركة او هيك اروح اطلع على الفاينانشال ريبورت تبعونهم، ما بعرف، انا عمري ما شفت حدا بالاردن بيعمل هيك. لكن الكاستمرز برضو مرات بيهتموا، حتى بيهتموا بنواحي قدي انت بتستخدم اورجانيك كومبوننت، قدي انت بتساهم بحماية البيئة، وكتير أشياء، وكل هذا ببين بالفاينانشال ريبورتس مرات تبعونك قد أنت بتصرف على هاي النواحي. فبيهتموا الكاستومرز بهاي التقارير كلهم هدول، بما أنهم مش موظفين بالشركة أنت رح تعتبرهم external users. الانترنال يوزر أي موظف جوا الشركة زي ما حكيت لك، من المانجرز لا السيلز والماركتينج، الانترنال اوديترز، الكنترولر، البادجت اوفيسرز، كل اي موظف، الاتش ار ديبارتمنت، الاي تي ديبارتمنت، المينتيننس ديبارتمنت، البرتشيزنج ديبارتمنت، اي موظف بالشركه بيحتاج الفاينانشال انفورميشن. زي ما حكت زميلتكم قبل شوي، الاتش ار بده يعرف عندي enough financial funds لحتى اعطي زياده للرواتب الموظفين ولا لا. الماركتينج ديبارتمنت بهمه يعرف قد ايه مبيعاتي، افرض انا
ماركتينج مانجر بالشركة اللي بتصنع ليبتون آيس تي مثلاً. أنا عندي مثلاً two flavors ليمون وإشي تاني مش ذكر شو دراق يمكن. بدي أعرف مبيعاتي في حكولي إنه بالإدارة إنه إحنا بدنا to discontinue one product من هدول two flavors. أنت كماركتينج مانجر أول إشي بتعمله عشان تعرف شو اللي توقفه إنه من هدول two flavors إنك تطلب السيلز figures تبعونا من الاكاونتينج ديبارتمنت لتعرف قديه هذا البرودكت ببيع وقديه هذا البرودكت ببيع. اكيد انت مش رح تروح توقف البرودكت اللي مبيعاته اعلى، المفروض توقف الفليفر اللي مبيعاتها اقل او مبيعاتها مثلا انت شايفها مش جايبه الربح اللي انت بدك اياه. اوكي الماركتينج غير الماركتينج مثلا انا عندي الاي تي ديبارتمنت بهمهم يعرفوا قديه عندهم بادجت وقديه عندهم financial resources بيقدروا يحطوها على الـ IT infrastructure اللي بالشركة. لما أنا أجي أرسم طموحاتي وأحكي بدي أجيب antivirus وبدي أجيب سيرفرات جديدة ومش عارف شو، أنا بهمني أعرف قدي في عندي أنا مصاري بقدر أتصرف فيها وإلى آخره. كل هاي الأمور الـ internal auditor طبعاً بيحتاج الـ financial information لأنه أصلاً هو بده يدققهم فهو محتاج يستخدمهم. المانجر بده يأخذ قرارات، كل المانجر بده يعرف في عندي برانش انا فاتحته بالصيفية وبرانش فاتحته بشارع مكة، بدي اشوف الريزلت تبعت هذا البرانش وهذا البرانش، اذا انا شايف انه هذا مش جايب همه بدي اسكره مثلا، اذا انا شايفه انه انا فاتحته على مثلا بابين ممكن اصغر المحل واعمله باب واحد، لاذا انا قاعده بدفع 20,000 دينار اجار بالسنه. كتير في decisions ممكن ياخدهم المانجرز based على الفاينانشال results تبعوني. فبالنهاية هدول اليوزرز سواء كانوا external أو internal هم محتاجين الفاينانشال information تبعيتي اللي أنا كaccounting كinformation system اسمي accounting بزودهم فيها عشان يتخذوا قرار to make decision. أوكي اتفقنا يا شباب؟ فبرجع بحكي لك أول إشي لازم يخطر ببالك لما أنا أحكي لك accounting تقول لي accounting is an information system، بما إنه information system معناته هدفه to provide information for the interested users اللي حكينا عنهم بينقسموا ل external ولا internal. أول جزء من التعريف، في حدا عنده عليه مشكلة أو مو فاهمه؟ طيب ممتاز نيجي نكمل التعريف. طبعا احنا لسه ما كملنا، انا لسه بس قلت لك انه information system. طيب اهم نقطة كمان لازم تتذكرها انه هاي information system لازم تكون هاي accounting information لازم تكون عن شيء معين، عن شركة معينة، عن organization معينة، عن entity معينة. انا بزود هاي accounting information عن business activity اللي بتصير مثلا بشركة بيبسي، اللي بتصير بشركة بي ام دبليو، اللي بتصير بشركة مرسيدس. يعني انا بعطيك انفورميشن عن certain entity، ما بعطيك انا انفورميشن عن الدنيا كلها. انا accounting department بعطيك انفورميشن قاعدة عن البي ام دبليو، محاسبين بي ام دبليو معنيين بعمل حسابات بي ام دبليو، محاسبين مرسيدس معنيين بعمل حسابات مرسيدس. أنا بعدين بدي أقارن معلوماتي المحاسبية بمعلومات مرسيدس عشان أشوف حالي ربحان زيهم ولا لا لأنهم المنافسين تبعوني، أوكي هاد إشي تاني، بس مش معناته أنا اللي بعد الأكاونتينج إنفورميشن تبعيتها. أنا ككمبيتيتر بقدر أستخدمها، وفعلياً ممكن أعتبر أنا ككمبيتيتر external user of this information، بأخذها من الويب سايت تبعها تبعهم وبقارنها بمعلوماتي المحاسبية اللي أنا عديتها كبي أم دبليو. لكن مش معناته أنا كمحاسب رح أعد الأكاونتينج إنفورميشن تبعيت مرسيدس، أنا بأخدها جاهزة وبقارنها بالمعلومات تبعيتي عشان أشوف حالي كوضع تنافسي بالسوق شو وضعي. لكن هم عندهم محاسبين بعدوا الأكاونتينج إنفورميشن تبعيتهم، وأنا عندي محاسبين بعدوا الأكاونتينج إنفورميشن تبعيتي. فدائما انتبه انه لازم يكون عندي فصل، ما بصير اخلط الحسابات تبعيت الشركات مع بعض. اوكي unless انت كنت parent. ايش يعني parent؟ يعني انا كنت الشركة الام وإلي فروع بعدة دول. يس احنا بندمجهم بالاخر، بنعمل اشي اسمه consolidated financial information. يعني ما تفهمني غلط،
إذا أنا شركة كبيرة وإلي فروع بعدة دول بالعالم أو في عدة محافظات، يس بالآخر بجمع التقارير تبعيتي وبعمل تقرير موحد، لكن قصدي إنه مش شركات مختلفة تقدر أنت تدمج حساباتها مع بعض إذا هم مش فعلياً تابعين لنفس الشركة الكبيرة، الشركة الأم، زي مرسيدس وبي أم دبليو، هدول شركتين منفصلات. البنك العربي وبنك الإسكان هدول شركتين منفصلات، ما بتقدر تدمجهم مع بعض. أوكي اتفقنا؟ فلازم يكونوا لكل organization لحال. عن شو أنت بتعطي الانفورميشن؟ عن الـ economic activity أو الـ economic transaction اللي صاروا بهاي الشركة. طيب كيف أنا بعمل هيك؟ هذا السؤال القوي، كيف أنا بعمل هيك؟ كيف أنا بزود information لهدول الـ interested user عن الـ organization؟ بزودهم بمعلومات من خلال أني أنا أعمل 3 steps أو 3 activities اللي هم هايهم قدامك: identify, record and communicate. هدول هم الـ 3 steps أو الـ 3 activities اللي لازم أنا أمشي فيهم لحتى أوصل لمعلومة أقدر أعطيها لليوزر. أوكي؟ لحتى أوصل لمعلومة to communicate it لليوزر اللي أنا حكيت عنهم قبل شوي. إيش يعني identify؟ إيش يعني identify؟ أنا حكيت إنه أنا معنية بال business activities أو يعني المسمى اللي رح يمرق معنا أكتر اللي هو economic transactions و events، معنية فيهم اللي صاروا بالشركة. بس هذا لا يعني إنه كل event أو كل transaction أو كل activity صارت بالشركة أنا لازم أسجلها وأكون أنا معنية فيها كقسم محاسبة. كيف يعني؟ يعني أنا إذا مثلاً دفعت رواتب للموظفين، هذا أنا economic transaction، أنا كمحاسب لازم to identify as a transaction ولازم to record it وإلى آخره وأمشي فيه بالستبس الطبيعية. لكن افرض إنه المحاسب أو المسؤول المشتريات عندي راح على بدنا نشتري ترك لتوصل البضاعة، راح على الشركة اللي بتبيع التراكس وراح تفرج على التراكس، ما اشترى بس راح تفرج، أخذ عرض سعر، شاف الأنواع المختلفة من التراكس وروح على الشركة. هل أنا هاد بعتبره economic transaction أنا لازم أسجله؟ شو برأيكم؟ ليش؟ لا مشان ما في transaction، بس هو عمل research بالماركت. بالضبط. اه تفضل احكي. طب كم كلفني تاروح والopportunity cost؟ طيب لا ما هو حلو كتير سؤالك. انا هذا الموظف الـ purchasing manager انا دفعت له راتبه صح؟ سواء راح ولا ما راح. هلأ هو لو ما راح كان المفروض قاعد بيشتغل إشي تاني اللي أنت بتحكي عنه الـ opportunity، هذه اللي راح opportunity cost اللي راحت علي. إحنا عنا بالمحاسبة مش معنيين بموضوع الـ opportunity cost، هذا بتلاقيه بالـ economics، مش عنا بالـ accounting. إحنا بالـ accounting معنيين شو أنت استحق عليك، شو تكلفت عشان هو الزلمة هاد راح هناك. أنا تكلفت إشي زيادة لأنه راح على شاف العروض أو راسلهم بالإيميل وعطوه عروض بيع، أنا فعلياً ما تكلفت إشي زيادة. هل الـ resources اللي عندي بالشركة تغيروا؟ هيك أنت بدك تفكر فيها. هل الـ resources اللي عندي بالشركة اختلفوا؟ أنا عندي resources بالشركة زي المصاري تبعيتي، زي الأثاث، زي شو كمان، زي supplies، زي الانفنتوري اللي عندي. هل الريسورسز تبعون الشركة صار عليهم تغيير لما هو أخذ عرض شراء من الشركة اللي بتبيع التراكس؟ هذا اللي أنت بدك تفكر فيه لتقرر إنه هل هذا economic transaction لازم يتسجل ولا ما لازم يتسجل. إمتى بصير عندي تغيير؟ لما أنا I actually buy التراك، لما أنا اشتريت التراك وصارت هاي التراك موجودة عندي ومن ضمن الريسورسز تبعوني للشركة، وصار في عندي تراك صافي بكراج الشركة وبس بدي أستخدمها لشحن البضاعة. أوكي بغض النظر على فكرة دفعت حقها أو لا، مش هذا موضوعي، لكن أنا صار في عندي تراك طلعت من المعرض صارت موجودة بشركتي، فأنا صار في عندي ريسورسز اسمها تراك أنا بقدر أستخدمها بالبزنس تبعي.
هون أنا الريسورسز تبعيتي اختلفت، هون أنا صار في عندي تغيير على الريسورسز اللي بالشركة، أوكي؟ أو صار في عندي تغيير على الأوبليجيشن اللي على الشركة. لكن طول ما أنا ما عندي تغيير على الريسورسز وعلى الأوبليجيشن تبعون الشركة، أنا ما بقدر أحكي إنه هذا economic transaction أنا I need to identify وبالآخر I need to record. أوكي؟ فهذا دائماً بدي يكون المعيار تبعكم، إنه تتطلعوا هل الريسورسز اللي أنا later on رح أسمي لكم إياها assets، هل الريسورسز تبعون الشركة تغيروا؟ هل الأوبليجيشنز تبعون الشركة تغيروا؟ هل الإيكوتي أو رأس مال الشركة تغير؟ طول ما أنا ما في عندي إشي من هدول الإليمنتس تغيروا، معناته أنا مش محتاجة أسجل هذا للترانزاكشن. أوكي؟ خليني أعطيكم مثال تاني. أنا بدي أوظف أسيستنت عندي بالمكتب، سكرتري أو whatever، بدي أوظف أسيستنت عندي بالمكتب. إذا أنا قابلت 3 أسيستنت ما عينتهم ولا وظفتهم، إجت قابلوا عند الـ HR وروحوا، هل هذا economic transaction بحتاج إني أنا كمحاسب أسجله؟ شو رأيكم؟ لا لا. ليش لا؟ ليش لا؟ ممكن تعيد السؤال؟ إنه ما تغير إشي. يس، بعيد السؤال. أنا بدي أوظف assistant عندي بالشركة، فأنا جبت 3 assistants قابلتهم، الـ HR department قابلوهم، وهدول قابلوا عندي وروحوا على بيوتهم، أنا لسه ما وظفت حدا فيهم ولا اشتغلوا عندي، أنا فقط قابلتهم، هل أنا بسجل أو I should identify this as a transaction عندي بالشركة that should be recorded in my books أنا كمحاسب ولا لا؟ هذا سؤالي. لا لأنه لسه ما بصر. دكتورة لا، لأنه ما صار إشي إله خاص بالدفع بالضبط. أو مصار. هل الريسورسز تبعوني كشركة تغيروا؟ هل هدول الموظفين هذا الموظف كيف رح يصير يغير الريسورسز تبعوني؟ رح يصير يستحق راتب، رح يصير يستحق راتب. هل أنا عينته واشتغل واستحق راتب لحتى أقدر أحكي إنه الريسورسز تبعوني تغيروا فأنا لازم أسجل الترانزاكشن هاد؟ لا، فمش لازم يتسجل لأني لسه لا وظفته ولا اشتغل. إمتى أنا لازم أسجل؟ إمتى أنا بقدر أعتبره economic transaction لازم يتسجل؟ لما هاي أنا قابلت 3 عجبني واحد منهم، عينته، اشتغل من 1/6 ل30/6، ب30/6 استحق راتب، وقتها بحكي إنه الريسورسز تبعوني تغيروا، يا إما بدفع له راتبه يا إما راتبه بصير مستحق وبصير دين علي. لو مثلاً أنا ما دفعت له، بدفعش راتب أول شهر، بدفع كل 3 أشهر مرة، أوكي؟ بس once إنه الراتب استحق علي كشركة، هون أنا بقدر أحكي إنه الريسورسز تبعيتي اختلفت، يا أنا دفعت راتبه مصاري، يا أنا إذا ما دفعته صار obligation علي كشركة. أنا بديش أعقد لك إياها كل هاي الأشياء، رح أشرح لكم إياها بالتفصيل later on، بس عشان نبسطها خلينا نحكي إنه ب30/6 أخذ راتبه كاش. شو صار بالريسورسز تبعيت الشركة اللي هي المصاري اللي بالبنك؟ شو صار فيها؟ قلت، لأنه هو أخذ راتبه وروح فيه على البيت، راح صرفه، ففعليا مصاري الشركة قلت لأني دفعت له راتبه 600 دينار. فعليا هون أنا بقدر أحكي إنه هذا economic transaction should be recorded. I should identify this as an economic transaction that should be recorded. فهمنا يا شباب؟ تفضل. طيب مرات مثلا أنا بكون متوقع إني أدفع شغلة بعدين، أو متوقع إنه يجيني مثلا مصاري بعدين، هل هاي تسجل ولا لا؟ إحنا ما بنمشي على expectation. هلا بدي اياك بس تفرق بين اشي اسمه expectation وبين اشي اسمه I earned something. لا، في انا رح اشرح لكم اياها بالتفصيل later on. هلا اذا انا مثلا، اذا انت قصدك بالexpectation تبعيتك انه مثلا انا قدمت بعت customer product، اوكي، وهذا الكاستمر وعدني يدفع لي الاسبوع الجاي، صح؟ اذا انت هاي هي الexpectation اللي بتحكي عنها. This is a different story، محتاجة شرح كتير، أنا رح أشرحها طبعاً ورح تمرق معنا بالمادة كتير. هذا بطل اسمه expectation، هذا صار اسمه أنه الكاستومر is obligated أنه يدفع لك next week، لأنه في أنت بعته، في بينك وبينه contract بيحكي أنه أخذ البضاعة
وبما انه هو اخذ البضاعه فانت you earned الريفينيو تبعك اللي هو مبيعاتك، فاحنا فعليا راح نسجلها من وقت ما بعناها انها ريفينيو. ولما الكاستمر يجي يدفع بيكون احنا مسجلينها انها دين على الكاستمر، بيجي بيدفع لي اياها بعد اسبوع. ف it's not an expectation, it's obligation من على الكاستمر الي كشركه اصلا. هاي هي الاكونتس بيبل واكونتس ريسيفبل. This is account receivable. شكرا. اوكي فاحنا ما بنقدر نحكي انها expectation, it's obligation فعليا على الكاستمر تجاه الشركه. لكن اذا انت بتحكي الاكسبكتيشن بالمبيعات مثلا، انا متوقع انا هلا عملت فوركاست لمبيعاتي بالشهر 7، انا كنت متوقعه ابيع مثلا مبيعات بقيمه 100,000 دينار، هاي ما بسجلها، هاي بعتبرها فوركاست للمبيعات. انا فعليا بسجل المبيعات اللي صارت عن جد بشهر 7 اللي هي ممكن تكون 90,000. اوكي ف this is forecast, this is expectation ما بتتسجل. لكن الديفرنت اكزامبل اللي انا حكيت لك اياه اللي احنا رح نشرح كتير عنه بالتفصيل، هذا امتى بسجل ريسيفبل وامتى بصير دين على الكاستمر، هداك فعليا obligation ومش expectation. واضح دكتور؟ عادي اسالك شيء؟ تفضل. هو مش هذا التوبيك بس انه ايش يعني قيود او ايش هم يعني؟ رح اشرح لكم later on. احنا لسه انا فعليا هاي المحاضرة هدفها تعرفوا ايش يعني accounting، ايش يعني قيود، رح نتعرف عليها بشابتر 2. في كانوا ناس رافعين ايديهم، انا مش عارفة بدكم تحكوا او تكتبوا على الشات. تفضل. دكتورة بس صباح الخير. صباح الورد. انا مو دكتور، انا need to leave right now. Can I? سامع. عندي موعد دكتور و I need to leave right now. اوكي طيب اوكي. طبعا تفضلي. Thank you. اهلا. شادن الحاج. يا انا. انتي طيب، في حدا تاني رافع ايده، تفضل احكي. دكتور هلا بدي اسألك. هلا الريسورسز تعتبر تغيرت يوم ما انه يتوظف الاسيستنت ولا انه يوم ما يستحق انه اخر الشهر انه لما يوم ما يستحق راتبه. excellent question، راح اشرح لكم اياه بالتفصيل لما ناخذ الاكاونتنج برينسيبلز. لما يستحق راتبه يعني if I hired an employee this is not a transaction that need to be recorded. امتى بيستحق، امتى انا بعتبر انه transaction؟ when this employee earned his salary، لما يصير السالري تبعه obligation علي كشركة. بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين، أنا حسب إمتى بستحقوا عندي الرواتب. عادة بالأردن إحنا بندفع بشكل شهري، معناته بنهاية الشهر. فإحنا فعليا إذا حكيت لك I interviewed an employee هذا مش transaction. إذا حكيت لك I hired an employee this is not an economic transaction that need to be recorded. إمتى بصير economic transaction should be recorded؟ لما أنا كشركة يصير علي obligation والobligation تبعوني يتغيروا toward this employee اللي هو الراتب تبعه. فأنا حكيت لكم إمتى إحنا بنعتبره economic transaction that I should identify وش I should record؟ لما يصير resources تبعوني أو obligation تبعوني يتغيروا. لما استحق راتبه معناته obligation تبعوني يتغير. أوكي؟ رح طبعا هذا الحكي كله برضو رح نيجي بالتفصيل، لكن أنا لأني بهمني تعرف إيش يعني identify. يعني identify باختصار إنه I should know which transaction need to be recorded, which transaction should be ignored. مش لازم يتسجل عندي بالبوكس تبعوني. عرفتوا إيش المقصود بidentify؟ لكن later on لما أنا أشرح لك إيش يعني resources، إيش يعني obligation، إيش يعني equity، أنت رح يصير عندك فكرة أوضح إنه إمتى هدول بتغيروا إمتى لا. أوكي واضح. طيب بعد ما أنا عمل identify قررت إيش الترانزاكشن لازم يتسجل وإيش اللي مش لازم يتسجل، بنتقل للنكست ستيب. للنكست ستيب اللي هي النكست activity بالaccounting process تبعيتي اللي أنا بمشي فيها، اللي هو to record هاد الترانزاكشن. أول خطوة I identify إنه this transaction should be recorded. النكست ستيب اي شود ريكورد هاد الترانزاكشن. كيف انا بسجله؟ باستخدام الانتري اللي زميلتكم قبل شوي سالتني عنه واللي احنا رح نتعرف عليه بشابتر 2.
فهلا انا مش راح احكي لك ايش يعني جورنال انتري وراح اتوسع لك فيه لانه راح نحكي عنه بشابتر 2، لكن انا كمحاسب بعمل ريكوردينج ثرو جورنال انتريز اللي هم لهم ديبت وكريدت دائن ومدين زي ما كانوا زملائكم قبل شوي يحكوا مدين ودائن. طب انا بدي اسالكم سؤال، ليش I need to record these transactions؟ طب أنا I need يعني تعرفت إنه بدهم تسجيل وإنهم مهمين، ليش أنا I need to record them؟ مين بيقدر يعطيني جواب؟ لأنه رح نعمل بعدين إنه تدفق مالي، فهذا بيعتمد على دفتر اليومية. أوكي طب أنا فاهمة عليك، بس ليش أنا محتاجة أسجلهم؟ طب أنا حكيت إنه هاد الترانزاكشن should be recorded، طب ليش لازم أسجله؟ مش هل ما يصير في ضياع مصاري أو أرباح أو هيك إنه تصير تختلط الأرباح بالرأس مال شو كمان؟ مين عنده إجابات؟ أول إشي to organize، ثاني إشي إنه yes excellent to organize ولا I cannot see them، إذا أنا لازم أسكر ولا أضل فاتح. أوكي هذا الريزولت تبعوني أنا اللي بوصلها بالآخر إني أسكر أو أضل فاتح. بس شباب في حدا عنده نويز بالمايك، اذا في حدا عم يحكي جنبك بليز اطفوا المايك اللي عندكم، في نويز بالميتينج. صبيه في عندك نويز بالميتينج اطفوا المايك بليز، في حدا عندك جنبك عم يحكي. طيب هلا طب انا بدي اسالكم سؤال، اذا انا كمحاسب قررت انه هدول الترانزاكشن شود بي ريكوردد بس أنا ما سجلتهم، أوكي؟ هل في احتمال إني أنساهم ولا راح أضلني متذكرهم كلهم؟ أنساهم طبعاً. أي أول نقطة إنه أنت أصلاً إذا ما سجلتهم راح تنساهم، راح يصير في عندي مش عارفة شو اللي يعني. أنا هلأ بعرف إنه أنا مش لازم أسجل هاد الترانزاكشن وهاد الترانزاكشن لازم يتسجل، لكن بعد أسبوع أو بعد شهر هل راح أضلني متذكرة شو اللي لازم يتسجل وشو اللي لازم لا؟ أكيد لا. فأول نقطة أنك أنت إذا ما سجلت راح تنسى، أوكي؟ النقطة الثانية أنه إذا أنا كمحاسب تركت الشركة استقلت، أقول لك طلع المحاسب اندعس والله يرحمه، مش لازم يجي محاسب تاني يكمل الشغل؟ إذا أنا مش عاملة ريكوردينج كيف بدي يجي اللي بعدي يكمل على الشغل تبعي إذا أنا مش عاملة ريكوردينج للأشياء اللي أنا حطيتها؟ هلا الريكوردينج لازم يكون بأورجانيزد واي وبتمبلت واضح معين والى اخره، له شروط عشان يكون يوسفول ريكوردينج انا بقدر استخدمه، له رولز معينه بيجبروني عليها، الاكاونتينج ستاندردز اللي انا لازم امشي عليها. يس كل هذا الحكي احنا متفقين عليه، it should be organized، لازم يكون عندي تمبلت معين وانا لازم اسجل من خلال جورنال انتريز، ولازم يكون في ديبت وكريدت، كلها هاي الاورجنايزيشن اللي انا لازم استخدمها كلها هاي اوكي متفقين عليها. بس انا كان سؤالي انه ليش لازم اسجل؟ لانه ممكن انسى، ممكن يصير في خربطه، ممكن اكون متذكره الاشي بطريقه معينه بعدين لما بعد شهر اصير متذكره نصه، ممكن انت كمحاسب تترك الشركه، لازم يكون اتس ان جوينج بروسس، لازم اي حدا يقدر يجي يكمل وراء. اوكي والمهم جدا انه عمليه الريكوردينج دكتوره انه بدنا نسجل تفضلي انه بدنا نسجل مشان اول إشي زي ما قلتي تو اورجنايز المعلومات، بعدين انه نستخدم المعلومات لليوزرز اللي حكينا عنهم للستيك هولدرز. هاي النقطه الثالثه اللي هلا احنا بدنا نوصلها. ليش انا المعلومات تبعوني لازم تكون اورجنايز، لازم تكون بسيرتن تمبلت او سيرتن فورمات، لازم تكون بترتيب زمني اوكي من الاقدم عاده للاحدث، ولازم تكون measured in money. ما بصيرش احكي والله انا اشتريت سياره، هاي السياره بتسوى 3 دراجات، ما فيش عندنا شيء اسمه زي هيك بالمحاسب. اشتريت سياره بتسوى 20,000، بتسجل 20,000 اوكي اتفقنا. فاحنا عندنا everything should be measured in money، طبعا راح نتطرق لهذا الموضوع later on. انا بعمل كل هاي عمليه الريكوردينج بطريقه اورجنايز زي ما اتفقنا عشان ما انسى وعشان بالاخر تو كوميونيكيت اللي هي الثيرد ستيب، تو كوميونيكيت ذيس انفورميشن لليوزرز. اذا انا سجلت حساباتي وبعدين حطيتهم بالخزنه وسكرت عليهم، ما وصلت الفاينانشال ريزلت تبعوني لليوزرز لا مني ولا من شغلي،
صفة شو استفدنا إذا أنا حطيتهم بالخزانة وسكرت عليهم؟ لازم الـ third step اللي أنا أعملها to communicate these results لـ interested users اللي إحنا حكينا عنهم. كيف أنا I could communicate this result is through financial reports اللي أهم مثال عليهم الـ financial statements اللي إحنا رح نتعلم نعملهم بهذا الكورس. أوكي؟ الكوميونيكيشن عادة بتتضمن عملية analysis للمعلومات، مش فقط أنا I could communicate this result، أنا عادة بعملهم analysis لليوزرز. وعشان هيك إحنا ما بنعتبر المحاسب is a bookkeeper، إحنا جزء من شغلنا البوككيبينج، لكن في عنا duties تانيين بنعملهم بما فيها analysis of accounting information. أوكي؟ آخر نقطة بدي أحكي فيها بالتعريف قبل ما ننهي المحاضرة، إنه هاي الانفورميشن لازم يكون إلها صفات. ما بصير أنا فقط أزودك بأي معلومة، الفاينانشال انفورميشن أو الأكاونتينج انفورميشن تبعيتي لازم يكون إلها ثلاث صفات: relevant, reliable, comparable. هدول هم الكاركترستيكس of financial information. إيش يعني relevant؟ يعني إلها علاقة بالقرار اللي أنت بدك تتخذه. مش معقول يكون المدير الماركتينج بحكي لي أنا بدي أعرف discontinued الليبتون آيس تي ليمون ولا الدراء، تيجي أنت تجيب له أحجام مبيعات الليبتون ليبل. طب شو بهمه؟ هو ما قال لك بده الليبتون ليبل، this is irrelevant information، تجايب له مبيعات برودكت تاني. فلازم يكون relevant information إلها علاقة بالقرار اللي أنا بدي أتخذه. reliable يعني trusted، يعني تكون هاي المعلومة ما فيها بايز، تكون أنت معد المعلومة زي ما أنت بدك، لازم تكون ماشي على الرولز المحاسبية المقبولة، لازم تكون نيوترال ما فيها سبجكتيفيتي تبعيتك، لازم تكون أوبجكتيف. أوكي؟ فلازم تكون معلومة I can trust. أوكي؟ reliable أنا معلومة I can trust. comparable المعلومة إذا ما قارنتها بالسنوات الماضية مثلا أو بأدائي السابق أو بأداء المنافسين بتقل قيمتها. يعني إذا أجيت أنا حكيت لك أنا عاملة نت بروفيت 100,000 دينار، كيف أنت بتقدر تقرر إذا هذا 100,000 دينار كويسة أو لا؟ لازم أقول لك السنة الماضية كنت عاملة 80,000، تيجي تقول ممتاز معناته أنا مبيعاتي مرتفعة. أوكي؟ أو أحكي لك أنا عاملة 100,000 والكمبيتيتر تبعي عامل 50,000، بتقول أوه معناته ممتاز أنا وضعي أحسن. فدائما الكمبيرابل انفورميشن إلها قيمة أكتر باتخاذ القرار. فبالنهاية يا شباب الـ accounting is an information system identify, record and communicate relevant, reliable and comparable information عن الـ organization for interested users. هدول الـ 3 هم الـ steps أو الـ activity. هدول الـ 3 هم الـ characteristics of financial information أو accounting information. اوكي يعطيكم الف عافيه، سوري انا طولت عليكم 3 دقائق زياده، احنا المفروض ننهي 11 الى 5. يعطيكم الف عافيه، اذا ما حدا عنده اي سؤال بتقدروا تطلعوا. دكتوره بدي اسالك. تفضلي. هلا انه انا اضلني افوت من هذا اللينك صح، انه اللي على الايميل اللي بعتيه امبارح؟ هذا كل محاضره رح يكون. وسؤال ثاني، امتى رح ينزل السلايدز على الليرنينج؟ زي ما حكيت لكم الإيلرنينج لسه ما عندي أكسس عليه، لسه عم بسكره بالفصل الماضي لأنه إحنا فعليا خلصنا امتحانات الخميس، فلسه ما كان عندي أكسس until yesterday على السمر كورسز، فأنا مو قادر أفوت أنزلكم لا اللينك تبع الريجستريشن ولا السيليبس ولا قادر أنزل إشي. فبس وعدونا مبارح أو اليوم، فالمفروض هاليومين. أوكي تمام. دكتورة أنا بدي أسألك لو سمحتي. فضلي. هلا دكتورة إذا بدي أخذ كود من حدا منزل الأكاونتينج كان عند دكتور تاني عادي ولا لا؟ ما في مشكلة، بس لما تيجي تسجلي لازم تسجلي بشعبتي، وأنا رح أقولكم كيف once إني يكون عندي access على e-learning. خلص تمام، المهم إنه كان منزل عند دكتور تاني فإنت أوكي. it doesn't matter، المهم إنه الكود مش expire، ما إلهوش أكتر من سنة مشتري، هاي هي النقطة. تمام أوكي دكتورة شكرا. أوكي أهلا يعطيكم العافية. دكتورة تفضلي. هلا الكود اللي بدي اخده فيه تنتين قبل مستخدمينه عادي ولا لا؟ طول ما هو مش اكسبايرد ما في اي مشكله، يعني تقدر تسجلي بعشرين شعبه بس المهم انه يكون ما اشتروه قبل سنه، يعني المهم انه يكون ريسنت يعني. تمام شكرا دكتوره. اهلا، حدا عنده سؤال تاني؟
لا يا رعية، أنا ما أخذت حضور وغياب، ما بأخذ حضور وغياب. دكتورة؟ تفضلي. دكتورة هلا الـ identifies والـ records والـ communicates، هدول قلتي لي الـ steps أو الـ activity لشو؟ لا الـ account للـ information system اللي هو الـ accounting. اللي السيستم هذا لازم يمشي فيهم لحتى يقدر يوصل للمعلومة اللي بده يوصلها لليوزرز. تمام، يسلم عليك. أهلا. العفو. الله يعافيك يا رب. طيب إذا ما عندكم أسئلة تانية رح أنهي الميتينج، يعطيكم ألف عافية.